كان من ضمن الاستعداد الفرقه الحمد لله تعالى ان احنا خدنا كاس الاتحاد اللي هو كان دول اللعيبه الدوليين وكده، ودي كان مهمه كويسه للعيبه. انت عارف اما اللعيبه بقى لهم شهرين اصلا مع المنتخب كده، فما هيجوا فيبقوا قابلين للراحه وكده. وانا عندي مباراه الدوري الاولانيه طبعا هيبقى في تاكيد على المجموعه اللي معايا عشان تصعد على بال ما اللعيبه ترجع لمستوى تاني وتاخد راحتها وكده وترجع تاني. وبالتالي الفتره اللي فاتت كانت مهمه جدا، الفتره دي بنقف على رجلينا تاني وهنعمل ان شاء الله كام مباراه وديه قبل ما نبتدي ان شاء الله اول مباراه يوم 6/2 ان شاء الله. النشاط ان شاء الله 6/2. كان احنا كنا منتظرين في دعوه هتيجي زي السنه اللي فاتت نطلع نشارك في بطوله الدوري في دبي، انما للاسف هم ما نظموهاش السنه دي، وبالتالي خلاص بقى احنا بقى استعداد هنا محلي ان شاء الله نلعب 3 مباريات ودي ولا حاجه قبل ما نبتدي الدوري ان شاء الله. احنا اول الدوري سواء بالمرتبط او سواء من غير مرتبط، فاحنا اول الدوري ماشي طرحنا. نبتدي الدور الثاني 6/2، الدور الثاني كله هيتلعب بفرق المرتبط بناء على ترتيب الفرق كلها بالمرتبط. هيطلع اول 6 فرق بناء على نتائج المرتبط بتاعتها، مش بناء على الدرجه الاولى بس، بناء على نتائج المرتبط معايا فرقتين المرتبط اللي هم 98 و2000. بناء عليها هيترتب الفرق الدوري اول 6 فرق، هيعملوا دورتين مجمعتين. دوره مجمعه هنلعبها قبل ماتش السوبر ان شاء الله بحوالي 7 ايام، والدوره الثانيه بعد ما تخلص افريقيا 5 ايام. انا فرقتي دلوقتي كامله، انا كنت في ماتشات كاس الاتحاد باخد مجموعه 98، 98 لازم تستعد بقى اصلا كمان عشان خاطر الدوري بتاعها، كمان امتحانات الجامعه وكده. انا معظم اللعيبه عندي اصلا فيش جامعه، وبالتالي انا بسعد دي لعيبه الدرجه الاولى. واحنا عندنا يعني الحمد لله تعالى فريقي طبعت وانا مطبعها على كده ان اي حد بيلعب في اي وقت، فما عنديش حاجه ان اسمها طالما ما فيش 6 في المنتخب ما فيش، لا كل واحد ليه بديله وليه نمط لعبه اصلا اللي بيحل مكان التاني في اي وقت في المباراه. للاسف ما اقدرش اعمل معسكر، كان نفسي اعمل معسكر، انما بالظبط هم 7 ايام ما بين اخر ماتش في مش هقول لك في الدوري، انا من اول 6/2 انا بلعب دور تاني كله، اخش بعديه ب5 ايام لما يخلص العب دوره مجمعه، اخش بعديه ب6 ايام العب ماتش السوبر، سواء الكلام ده ليا او للزمالك. انا بقى اكمل بعد كده كمان في ابطال الكؤوس اللي من يوم 13 على طول ابطال الكؤوس، اخلصها بعديها ب6 ايام ابتدي ان شاء الله الدوره المجمعه الثانيه، بعديها ب5 ايام ابتدي العب سيمي فاينل وفاينل كاس، وما بين كل الكلام ده ماتشات تمهيدي كاس يعني، لان دايما كله بيتاجل عشان خاطر المنتخب، وبالتالي النص الثاني من الموسم هو اهم وقت يعني. وانا ولعيبتي الحمد لله كنا مساعدين من الاول على الكلام ده وعاملين حسابنا على الكلام ده، وبالتالي ان شاء الله نتمنى من ربنا يكرمنا ان شاء الله. اول حاجه استعداد المنتخب بقالهم فتره ماشيين بريتم كويس، ميزه عندهم فريق تونس اللي هو الفريق المنافس ليهم هناك في بطوله افريقيا، عندهم عناصر ناقصه كتير وعناصر اساسيه. تاني حاجه احنا هنا في النادي الاهلي بقالنا فتره اعداد بعد توقف الموسم، كابتن عاصم عامل معانا فتره كويسه، ومعانا مدرب الاحمال كابتن محمد عادل عاملين فتره كويسه جدا احمال، وزي ما حضراتكم شايفين طبعا التمرين باين بدني، شغالين على البدني الفتره دي عشان اللعيبه تقدر تقف على رجليها عشان الموسم قوي ان شاء الله. عندنا ضغط ماتشات كبير اذا كان الدوري ولا ماتش سوبر ولا بطوله افريقيا بعديها كاس، هتبقى الموضوع عندنا مكثف جدا. هتلعب في خلال شهرين ماتشات، يعني مش عايز اقول لك ان احنا الموضوع هيبقى بالنسبه لنا الرهقه دي، فاحنا الحاجه الوحيده اللي احنا نقدر نعملها نقدر نقف على رجلينا وان شاء الله مكسب يحالفنا ان شاء الله. والله احنا الفتره اللي فاتت الحمد لله ماشيين كويس، ما كناش موافقين في بطوله افريقيا اللي فاتت، بس كان في دروب في اول السنه، الحمد لله كل لعيب بيستعيد مستواه يعني ماتش بعد ماتش، وان شاء الله خير. كل تمارين بدني اول حوالي اسبوعين بدني اكتر، بندخل فيها هاندبول بس بسيط. من الاسبوع الجاي ان شاء الله هنبدا ماتشات ودي، متهيألي الاسبوع الجاي في ماتش حتى الاسبوع، بعدين هنبدا يعني نزود الهاندبول كل ما الدوري يقرب يعني ان شاء الله. احنا من بعد 6/2 حوالي ما فيش وقت للتمرين اصلا لحد اخر سيزون، سواء دوري او كاس او سوبر افريقيا او افريقيا او مجمعات الدوري، فده ضغط كبير جدا سواء بدني وحمل ذهني، ويعني الموضوع احنا عارفين اللي هو صعب يعني، بس احنا ان شاء الله كفريق احنا مستعدين للكلام ده، واحنا مش اول مره يعني نتعرض للضغط الماتشات ده،
فبالتالي ان شاء الله يعني الدنيا هتمشي ان شاء الله. يعني هو الدوري السنه دي معمول بنظام مختلف شويه، يعني الرايح جاي اللي هو الدور الاول والدور الثاني ده مجرد ترتيب مراكز، اللي هيحدد بطل الدوري البطولات المجمعه. البطولات المجمعه دي تبدا حوالي قبل افريقيا في بطوله مجمعه هتخلص قبل السوبر بخمس ايام، والمجمعه الثانيه بعد السوبر وافريقيا ان شاء الله. فالموضوع يعني المجمعات هي اللي هتحسم الدوري اكتر من الدوري رايح جاي يعني.